ومن كلام له عليه السلام، وفيه تخويف الناس من الموت وترغيبهم للطاعة. فإنكم لو عاينتم ما قد عاينا من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب. ولقد بصرتم إن أبصرتم، وأسمعتم إن سمعتم، وهديتم إن اهتديتم. وبحق أقول لكم، لقد جاهرتكم العبر وزجرتم بما فيه مزدجر. وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر.